مهرجان المسرح الشبابي بنسخته الثالثة احتضنته مدينة الكوفة بالنجف بمشاركة 13 عرضا مسرحيا متنوعا من 10 محافظات عراقية. اعتبرته اللجنة المشرفة مهرجانا للتعايش السلمي والمجتمعي. لبت هذه الدعوة 10 محافظات عراقية من كركوك وصلاح الدين وبغداد وديالة وبابل والسماوة والديوانية وذي قار. هناك تقريبا 13 عمل مقدم خلال هذا المهرجان. العروض التي مثلها وأخرج البعض منها فنانون شباب لامست هموم الواقع العراقي وتطلعات الشباب ومشكلاتهم وقضايا الإرهاب والعنف. ماذا نفعل؟ الزامن يريد أن يحتل بلدنا وينتهك شرفنا. شرفنا يدار إذن إلى عروض جيدة وجيدة جدا، تحاكي الواقع الحالي، تحاكي أيضا الضغوطات اللي فرضت على الفن من قبل الدولة. لجنة من الفنانين الكبار والمعروفين شكلت لمراقبة العروض وتقييمها لإعلان النتائج في نهاية المهرجان الذي أثارت عروضه إعجاب النقاد والضيوف والفنانين. مسرحيات جريئة جدا، الشباب حلوين، يعني احنا ننتظر من عندهم، هذول جيل المستقبل، هذول استمراريه ان احنا الفنانين او الممثلين او المخرجين او الكتاب. ونتمنى خير بان هذه الاجيال راح تكون اعاده الى روح المسرح العراقي اللي كان يتسيد المسرح العربي، وان شاء الله بهمه الشباب. هذا المهرجان اكيد يساعد المراه انه تبرز موهبتها من ناحيه الإخراج أو من ناحية التمثيل أو من ناحية العرافة أو من ناحية الحضور تواجدها كمرأة. قبيح بطوحي ما نفعله في كل يوم من أسود. لا إله إلا الله، لا إله إنهم بلا هوية ما أطعاني، وأنت بلا رأس. ويأمل القائمون على المهرجان أن يساهم في ضخ دماء شبابية جديدة إلى المسرح العراقي الذي شهد تألقا كبيرا في سنوات ماضية. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.